بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن درس جديد، درس سهل جدا إن شاء الله نفهمه كويس جدا كده مع بعض. الدرس اللي معانا هو إعراب جمع التكسير. مبدئيا قبل ما نبدأ نتكلم في علامات إعراب جمع التكسير، لازم نفتكر مع بعض الأول إيه هو جمع التكسير. جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفردة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي كلمة عايز أجمعها، زي مثلا كلمة رجل بنخليها رجال مثلا. طيب بص على طريقة الجمع بتاعت الكلمة. الزيادة اللي احنا حطناها الألف فقط لا غير. طيب تعالى تاني، كلمة بيت جمعها بيوت، الزيادة اللي احنا حطناها هنا الواو. يبقى اذا جمع التكسير ملهوش قاعدة، وسمي علشان كده سميناه جمع تكسير. ليه؟ لأنه بيكسر الكلمة بدون قاعدة ثابتة، يعني مش زي جمع المذكر السالم اللي بنزود لآخر الكلمة واو ونون وياء ونون، طبعا من غير ما يعني نغير فيها في الأحرف الأصلية بتاعتها، أو زي جمع المؤنث السالم اللي بنزود للكلمة في الآخر ألف وتاء برضو من غير ما نغير الأحرف الأصلية بتاعتها. طيب ناخد مثال تاني، كلمة مثلا باب جمعها أبواب. لاحظ معايا الألف اللي بعد الباء الأولى بعدناها شوية وزودنا واو، كسرنا الكلمة. طيب كلمة شباك شبابيك برضو زودنا الباء والياء بعد الألف علشان تكون جمع، ومفيش قاعدة تجمع ما بين الكلمات الأربعة الجمع اللي احنا خدناه. طيب كده عرفنا ايه هو جمع التكسير. عايزين نعرف ازاي بنعربه. علامات اعراب جمع التكسير. جمع التكسير مبدئيا كده بيعرب اعراب المفرد. يعني ايه يعرب اعراب المفرد؟ يعني يرفع وعلامة رفعه الضمة، وينصب وعلامة نصبه الفتحة، ويجر وعلامة جره الكسرة. ناخد أمثلة على الكلام ده. هو المثال الأول معانا الطلاب متفوقون. كلمة الطلاب اسم جه في أول الجملة، طبعا أي اسم بيجي في أول الجملة على طول واحنا بنمضي نعربه مبتدأ. طب كلمة الطلاب نوع الجمع ايه؟ فيها ايه؟ جمع تكسير، هنعربه نفس اعراب المفرد. كنا بنقول في المفرد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم، هنزود هنا في جمع التكسير التعليل، يعني هنقول ايه؟ لانه جمع تكسير. طيب المثال الثاني، يجتهد العلماء في خدمه البشر. كلمه العلماء جمع تكسير. طيب يجتهد ده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كلمة العلماء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة والزيادة بتاعتنا لأنه جمع تكسير. طيب المثال التالت معانا، كرم المدير الطلاب. كلمة الطلاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. طيب سلمت على الطلاب. سلمت فعل ماض مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، وعلى حرف جر الطلاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير. خدنا كده الأمثلة على إعراب جمع التكسير. تعال ناخد تدريب.
التدريب اللي معانا استخرج جمع التكسير واعربه. الجملة الاولى يستعد الادباء لحضور الاجتماع. الجملة الثانية تهتم الدولة بالعلماء. الجملة الثالثة يساعد الاغنياء الفقراء. الجملة الرابعة والأخيرة يشاهد السياح معالم مصر السياحية. بكده يكون انتهينا من إعراب جمع التكسير. ألقاكم إن شاء الله في درس تاني. السلام عليكم.